أعزائي المشاهدين، نتحدث في هذه الحلقة من سلسلة أحاديثنا عن أعلام من العراق عن عالم موسوعي كبير، ذلك هو الطبيب البغدادي يوحنا أبو الحسن يوحنا بن بطلان المعروف بابن بطلان. هذا العالم الذي اتسمت يعني حياته بالموسوعية كان طبيبا نابها، أدى دورا مهما في تطوير علم الطب في عصره بل وفي العصور التالية من خلال ما ألفه من كتب. اخترناه ليس لأنه طبيب وكفى، هناك أطباء كثيرون ظهروا في العصر العباسي وفي العصور الإسلامية المختلفة، ولكن اخترناه لأن سيرته تكشف عن طبيعة الحياة العلمية التي كانت سائدة في العالم الإسلامي في ذلك العصر، طبيعة الحياة، تقاليد طلب العلم. سنذكر من هذه التقاليد ما يلفت النظر فعلا، وكان هذا الطبيب وكان أطباء آخرون في عصره روادا في هذا المجال في تطوير سبل أخذ العلم، و يعني تلقي هذه السيرة ضوءا على العلاقات بين العلماء كيف كانت في ذلك العصر لا سيما بين الأطباء. ابن بطلان كان يعني هو بغدادي، لا نعرف شيئا كثيرا عن حياته طبعا في صغره، ولكننا نعلم أنه كان مهتما بطلب العلم منذ شبابه، فذهب إلى أبرز أطباء عصره. لا شك أنه حينما يقصد طبيب مشهور لابد أنه كانت له دراسات سابقة، وربما أخذ الطب عن أطباء أدنى من هذا الذي انتهى إليه. يعني الطالب الطب كان يعني يحقق له مستوى معينا من معرفة الطب، دراسة كتب الطب، حتى يقصد طبيبا ليدرس على يديه. فقصد طبيبا مشهورا ومهما في عصره وهو عبد الله ابن الطيب. عبد الله ابن الطيب كان طبيبا ممارسا يدرس الطب ويعالج المرضى في أشهر مستشفى في بغداد، وربما من أشهر المستشفيات في العالم الإسلامي آنذاك، وهو المستشفى العضدي. هذا المستشفى ربما تطرقنا إليه في إشارة سابقة، كان مستشفى يتميز بكثرة وبنوع الأطباء الذين يعينون فيه. يعني كانت هناك أقسام لكل مرض، قسم لكل مرض، وأطباء مختصون بذلك المرض يشرفون على علاجاته أو العلاجات التي يقدمونها للراقدين فيه. المهم أن هذا المستشفى لم يكن مجرد دار للعلاج، وإنما كان أيضا أكاديمية علمية طبية. يعني الأطباء الكبار كانوا يدرسون تلامذتهم في هذا المستشفى وفقا لما يسمى اليوم بالطب السريري. يعني الطلبة كانوا يتحلقون حول الطبيب الذي يعني يقودهم في ردهات المستشفى في ضمن الأقسام التي داخلة هي في اختصاصه، ويسجلون ملاحظاتهم على المرضى وهم رقود في أسرتهم، ويسجلون أعراض الأمراض في دفاترهم التي كانت تسمى ما الكناش. الكناش هو اسم، ربما اسم أرامي قديم، يطلق على دفاتر الأطباء يسجلون فيها ملاحظاتهم وأعراض المرض، ثم طبيعة ما ينبغي أن يأخذونه من أدوية ونتائج هذه أخذ الدواء الفلاني أو ذاك على صحة المريض. كان الطب يدرس إذن عمليا في تلك المستشفيات، ولا سيما في المارستان أو في المستشفى العضلي. درس ابن بطلان الطب وفقا لهذه الطريقة العلمية الصحيحة على يد ابن الطيب هذا، ودرس أيضا علم الفلسفة. وربما يتساءل المتلقي ما شأن الفلسفة بالطب؟ كان الأطباء لا يكونون أطباء إلا إذا درسوا الفلسفة،
يعني كان الطبيب يدرس الطب ويدرس معه الفلسفة، ولا سيما المنطق، علم المنطق من علوم الفلسفة. الطبيب الذي يعني تقتصر معرفته على المعالجة المباشرة للمرضى هذا يسمى متطبب، أما الذي يدرس الفلسفة وعلوم أخرى يسمى طبيبا. كان ابن الطيب هذا مشغولا في كتب الفلسفة، ويقال أنه يعني كان مهتما بكتاب أرسطو ما وراء الطبيعة، وحتى أنه يعني أتعب نفسه في دراسة هذا الكتاب. على أي حال في هذا الجو العلمي نشأ وتعلم ابن بطلان، وكان يقصد كل طبيب يعني له اشتغال في هذا المستشفى أو في غيره من المستشفيات، ذلك أن بغداد كانت تعج بالأطباء الكبار في ذلك العصر، كانت مقصداً لكل طبيب ماهر يعني يدرس ويدرس فيها، فدرس على أيديهم ولم يكتفي بذلك فحسب، وإنما كان يتراسل، وهذا هو حقيقة الشيء الذي لفتنا إليه النظر في أول حديثنا، كانت له مراسلاته مع أطباء آخرين في مدن أخرى، بعضها مدن بعيدة، يعني ربطت بينه وبين طبيب مصري شهير أيضا هو ابن رضوان علاقات علمية، كان يكتب إليه الرسائل، يعرض عليه مسائل الطب الدقيقة التي كان يعني يمر بها أو يشاهدها، ويسجل ملاحظاته ويرسلها إلى ابن رضوان، وابن رضوان يفعل ذلك وهو مقيم في مصر، يبعث برسائله العلمية إلى ابن بطلان، وهكذا لسنوات عديدة كان العالمان يتبادلان الرأي ويتحاوران في أدق المسائل الطبية وأدق تفاصيل كتب الطب، يعني يقول له أن بقراط قال كذا وأنا أرى كذا، ذاك أما يرده وما يؤيده، وهكذا كانت تتقدم المعرفة الطبية عن طريق العلاقات بين الأطباء. نحن الآن نعرف هذا من خلال وسائل الاتصال الحديثة، لكن انظر كيف كانت الرسائل تصل، وكم كان تستغرق من الوقت لتصل رسالة من بغداد إلى الفسطاط مثلا في مصر أو إلى الإسكندرية أو إلى غيرها من المدن. مع ذلك كان هؤلاء العلماء الكبار يعني يراسلون بعضهم في أدق الأمور العلمية. ثم أن ابن بطلان فكر بأنه آن الأوان ليلتقي بابن رضوان هذا، فركب من بغداد وذهب إلى الفسطاط في رحلة طويلة ليلتقي بهذا العالم ويتحاوران مباشرة، وحينما وصل إلى الفسطاط استقبل استقبالا كبيرا وأقام هناك في الفسطاط، يعني الفسطاط هي عاصمة مصر قبل يعني قبل إنشاء القاهرة، سكن في الفسطاط وجمعت بينه وبين نظيره هذا المصري ابن رضوان محاورات علمية مهمة، وحينما غادر مصر سجل خلاصة هذه المحاورات في رسالة يعني كتبها إلى ابن رضوان، وفعل ابن رضوان هذا أيضا، كتب رسالة لخص فيه حواراته وما توصل إليه من نتائج إلى ضيفه البغدادي ابن بطلان. انظر إلى هذه التقاليد العلمية الجميلة في ذلك الوقت، وكأنهم ألغوا المسافات بين هذين البلدين بين بغداد وبين مصر، وكانت الرسائل العلمية تترى بين الطرفين. أيضا يعني لم يكتفي ابن بطلان بهذا فقط، وإنما قصد القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية والدولة الرومانية الشرقية، اسطنبول حاليا، قصد القسطنطينية وأقام بها بالتأكيد لغرض أن يدرس وأن يدرس، يعني هو كان عالما كبيرا يقصده المرضى وطالب الطب، وكان أيضا طبيبا وممارسا وعالما، أقام في القسطنطينية مدة سنة كاملة، وكانت القسطنطينية مداهمة في ذلك في تلك السنة بالأوبئة، ومع ذلك أقام سنة، كان ولذلك اهتم بقضايا حفظ الصحة والوقاية من الأمراض.
وربما كان من أهم الأطباء الذين عنوا في دراساتهم بقضية الوقاية من المرض وليس بعلاجه فحسب، وهذا هو قاعدة سليمة، الوقاية خير من العلاج. عاش في القسطنطينية في أسوأ أيامها، ثم بعد سنة انحدر إلى أنطاكية في جنوب تركيا حاليا في جنوب الأناضول، ولبث هناك مدرسا ودارسا وإلى أن توفي في تلك المدينة وعام 455. هذه سيرة موجزة لابن بطلان، ولكن المهم أيضا في هذه السيرة أنه كتب كتبا مهمة في الطب، كان سببا في تقدم المعرفة الطبية في ليس في بين تلامذته فحسب، وإنما في شتى الأقطار الإسلامية، بل يعد مطورا لعلم الطب في مسيرته العامة في العالم، يعني كان واحدا من الرواد الكبار في مجال دراسة الطب. مثلا كتب كتابا في تقويم الصحة، وآخر في شرب الدواء المسهل، كتابا كاملا في المسهلات. كتب كتابا في الغذاء، في طبيعة الأغذية، في دخولها البدن، في التفاعلات التي تجري بين الغذاء وبين الجسم. كتب في موضوعات دقيقة، وخص كل موضوع برسالة أو بكتاب. كتب كتابا جميلا سماه دعوة الأطباء. دعوة الأطباء أشبه أن يكون كتابا يعني يجمع بين الطب وبين الأدب. افترض أو تخيل أن يعني شخصا ذهب إلى مدينة مياه فارقين، وهي مدينة في شمال بلاد الشام أو في جنوب الأناضول، و يعني لقي طبيبا له اختصاصات أو يدعي باختصاصات متنوعة، المقامة أدبية وجميلة، ولكن كشف فيها وعين فيها تلك الاختصاصات وطبيعتها بدقة مشهودة. أيضا من الأعمال العلمية المهمة أنه كتب كتابا سماه الأديرة والرهبان. يعني أنا تصورت في أول لحظة أن هذا الكتاب يبحث في تاريخ الأديرة وحياة الرهبان، لكنه ليس كذلك. الكتاب من حسن الحظ أن منه نسخة في مكتبة الكتب الطبية العربية في الولايات المتحدة، منه نسخة وحيدة هناك. والكتاب يبحث في تدبير صحة، حفظ صحة الرهبان الذين في الأديرة. لماذا الرهبان؟ لأنهم يقيمون عادة في أماكن متباعدة وبعيدة عن العمران، بعيدة عن المدن. فالكتاب يعين الأدوية التي ينبغي على الراهب أن يأخذها وهو في مكان يعسر فيه الوصول إلى أقرب مدينة ليلتقي بالأطباء هناك، يعني ما يمكن أن نسميه الآن بالإسعافات الأولية، لكن إسعافات ليست في مجال الجروح يعني، وإنما في الأمراض التي تعتري، ربما الباطنية التي تعتري الراهب وهو في مكان نائم لا يستطيع فيه الوصول إلى طبيب يعالجه. كتب كتابا كاملا في هذا المجال الدقيق. طبعا هذا لا يفيد منه الرهبان بالضرورة، وإنما يفيد منه كل مريض لا يجد طبيبا قريبا منه. هذا الكتاب لا زال مخطوطا في إحدى مكتبات الولايات المتحدة. كتب كتابا في إخراج الحصى من الجسم، يعني الحصوة اللي هي في المثانة والتي تسبب يعني ما يعرفه الناس من آلام ومن مشاكل. كتب كتابا واعتمد فيه على تجارب عملية، يعني أخرج حصى فعلا وكتب كتابا في هذا المعنى. كل كتب هذا الطبيب كانت تعتمد مبدأ التجريب، العلم التجريبي، وبالتالي انتقد هو كثير من الآراء التي الطبية التي وردت في كتب الأقدمين، وكانت له تحفظاته على تلك الكتب.
لأنه كان يمارس الطب بنفسه. كتب كتابا في الصيدلة النباتية، كتاب سماه عمدة الطبيب في معرفة النبات، موجود منه نسخة في مدريد. هذا الكتاب لم يطبع، ولكنه عمل كبير موسوعي في مجال الصيدلة، شرح أسماء يعني النباتات وفوائدها والمقادير التي تعطى منه، وبالتالي هو كان من كل دواء، وبالتالي كان هو مهتما أيضا كطبيب مر بنا من في حديث سابق ابن جزلة، كان مهتما بتحديد مقادير الأدوية، يعني لا يأخذ المريض أي نبات على اعتبار أنه يفيده في الشفاء من مرض ما، وإنما كان يحدد الموازين بدقة والكميات بدقة التي ينبغي للمريض أن يأخذها من ذلك النبات، وإلا أصبح الدواء ضررا عليه. يعني من الأمور التي ينبغي أيضا أن نشير إليها الآن هو أن هذا الطبيب البغدادي كان يملك من الجرأة ما يرد به على أطباء أصبحت كتبهم منهجية تماما، يعني لم يكن العالم قد اعتاد أن يخرج على ما كتبه جالينوس وأبقراط آباء الطب اليونانيين، أصبحت كتبهم لا سيما بعد أن ترجمت دساتير عمل في المعرفة الطبية، ولكن ابن بطلان كان يملك الجرأة والعلم أيضا في أن يناقش هؤلاء ويخطئهم حينما يجد أنهم جانبوا الصواب. كانت تلك حقيقة ميزات لا ينفرد بها ابن بطلان فحسب يعني وحده، وإنما كانت سمة مدرسة الطب البغدادية العراقية في عصره في القرن الخامس للهجرة. طب يجري في المستشفيات والمستشفى فيها خزائن كتب، وكانت الأطباء يدرسون تلامذتهم وهم على أسرة المرضى، ويتراسلون، وهذا هو الأهم، يتراسلون مع الأطباء الكبار في أقطار متباعدة مختلفة، ويتحاورون معهم للتوصل إلى أفضل ما يمكن أن يقدم من علاج لهذا المريض أو ذاك، أو أفضل علاج لهذه الحالة المرضية التي تواجه الطبيب في أي مكان. وبهذا تقدمت المعرفة الطبية. كان هؤلاء الأطباء أيضا يؤلفون الكتب، يعني لا يكتفون بالتدريس فحسب، وإنما يؤلفون الكتب المهمة، وكانت يعني شيء ملفت للنظر أنهم كلهم كانوا يعني لهم أساليبهم الكتابية، وهم أدباء أيضا، بحيث يكتب هذا الطبيب مقامة طبية، وهو شيء جديد جمع بين الأدب وبين المعرفة الطبية. إذن ابن بطلان يعني ربما كان من النماذج الواضحة المهمة للتقدم الذي شهده العراق وشهدته بغداد في دراسة الطب، والنموذج الأمثل لما كان يحصل عليه الطبيب من معارفة ليس في مجال الطب وحده، وإنما فيما يمكن أن نسميه العلوم الساندة أو المساعدة. كانت دراسة المنطق أساساً من أسس الدراسة الطبية، لأنه لأي سبب؟ لسبب أنهم كانوا يعتقدون ويعرفون أن لا أي علم لا يقوم إلا على أساس المنطق، كل شيء في العالم هو مبني على المنطق، لذلك كان يوجب عليهم دراسة المنطق. أعزائي المشاهدين، بعد أن قدمنا يعني سيرة مختصرة وحاولنا أن نؤكد على النقاط المهمة في هذه السيرة، نستودعكم الله، وإلى حديث آخر في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.